هحكي لكم قصة البطل الطائر جيجو من أبطال الحمام الزاجل، اللي قدر في الحرب العالمية الثانية ان هو يطير 20 ميل في 20 دقيقة، يعني ما يعادل 32 كيلومتر. مش بس كده، قدر ينقذ ما يقارب من 100 جندي وينقذ قرية بأكملها من الدمار بإرساله في أقصى سرعة لرسالة مهمة للقوات الأمريكية. جيجو من مواليد 24/3/1943 في الجزائر، وتم نقله وتدريبه من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية. وأثناء الحرب العالمية الثانية كان من المقرر أن الجيوش البريطانية تهاجم قرية بإيطاليا، تحديدا في 18 أكتوبر سنة 1943 الساعة 10:00 صباحا. وكانوا البريطانيين متفقين مع الدعم الجوي الأمريكي أن هم يقصفوا المدينة ديت علشان يسهلوا دخولهم، لأن الألمان في الوقت دوت كانوا عاملين إجراءات أمنية مشددة للقرية. ومع ذلك تم التراجع من الجنود الألمان، ودوت إدى فرصة للقوات البريطانية أن هي تدخل القرية يعني بمقاومة بسيطة جدا، يعني قدروا أن هم يحتلوها قبل الموعد المحدد أو المقرر والقصف الجوي الأمريكي يحصل. فحاولوا عن طريق الراديو اللي هو كان لسه حديث في الوقت دوت ان يوصلوا رسالة بوقف القصف الجوي، لكنهم لم يتمكنوا من ارسال الرسالة. ما كانش قصادهم غير في الوقت دوت الحمامة جيجو اللي قدرت بسرعة قياسية ان هي تطير في 20 دقيقة 20 ميل، يعني زي ما قلت لكم كده ما يعادل 32 كيلو متر. وبالفعل قام جيجو بتسليم الرسالة قبل القصف ب5 دقايق بس، وأنقذ الجنود البريطانيين وأهالي كالفي اللي هي المدينة اللي احتلوها من القصف الجوي الأمريكي. وتم تكريم جيجو وحصوله على ميدالية ديكن تقديرا للعمل البطولي اللي قام به. فالحرب لا تأتي سوى بالدمار، ولكنها تكشف لنا البطولات.